السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة OTBHD ومع فيديو جديد. هذا الفيديو سيكون حول هاتف من هواتف شيومي. هذا الهاتف هو شيومي ريدمي نوت 8 برو الذي تم إصداره في أواخر شهر أغسطس من هذه السنة، والمتاح بأربعة نسخ 6 جيجا بايت في الرام لكل من النسختين 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت، و 8 جيجا بايت في الرام للنسختين 128 و 256. تم إصدار الهاتف بأربعة ألوان مختلفة: الأبيض، الرمادي، الأزرق، وهذا الهاتف الأخضر الغامق. بالنسبة لثمن هذه النسخة لا يتجاوز 250 يورو. تم اعتماد زجاج غوريلا جلاس 5 لحماية ظهر الهاتف وشاشته أيضا، وهذه نقطة إيجابية تحتسب لهذا الهاتف بهذا السعر. يصل طول الهاتف إلى 6.35 إنش وعرضه إلى 3 إنش، بينما سمكه لا يتجاوز 0.35 إنش أي 8.8 ملم. جوانب الهاتف منحنية كيرف، مما يضمن راحة عند إمساك الهاتف باليد. طبعا هذا الهاتف دول سيم أي ثنائي الشريحة، وبالنسبة للميموري اس دي فهو يدعم سعة تصل إلى 256. يحتوي هذا الهاتف على مرسل IR الذي يمكنك من خلاله التحكم في شاشة التلفاز والمستقبلات الرقمية، بينما مستشعر البصمة يوجد في ظهر الهاتف وهو سريع الاستجابة. شاشة الهاتف IPS LCD بوضوح عال جدا Full HD Plus وحجمها 6.53 إنش، بحيث تستغل 84.9% من واجهة الهاتف، ومحمية أيضا بزجاج غوريلا جلاس 5 الذي يحميها من الخدش. اعتمدت شيومي في هذا الهاتف على معالج 8 نواة من ميديا تك هيليو G90T، ومعالج رسوميات مالي G176MC4 بنظام تشغيل أندرويد 9 باي وواجهة MIUI 10. يحتوي هذا الهاتف على أربع كاميرات في الخلف بدقة تصوير مختلفة. الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بيكسل، والألترا وايد 8 ميجا بيكسل، و2 ميجا بيكسل لكل من الماكرو كاميرا والديبت سنسور. أما كاميرا السيلفي فتصل دقة تصويرها إلى 20 ميجا بيكسل. كما يمكن لهذا الهاتف التقاط فيديو بجودة 4K ب30 فريم في الثانية. في أسفل الهاتف هناك مدخل السماعات ومخرج الصوت ومدخل الـ USB Type-C. الريدمي نوت 8 برو يدعم الشحن السريع بشاحن تبلغ قوته 18 واط، بحيث يشحن من 0 إلى 100% في ساعة و45 دقيقة، ويرجع طول هذه المدة إلى سعة البطارية التي تبلغ 4500 ملي أمبير. كل هذه المواصفات من شاشة عالية الوضوح ومعالج 8 نواة، يصل تردد 6 منهم إلى 2 جيجا هرتز، ونواتين بتردد 2.05 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات مالي G176MC4 تجعل الهاتف مناسبا وقادرا على تشغيل معظم الألعاب وبإعدادات جرافيك جد عالية دون توقف في صورة ولا حدوث أي مشكل. بعد تجربتي لهذا الهاتف ومن وجهة نظري، أظنه يستحق الاقتناء بالنظر إلى مواصفاته وثمنه. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر إعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا.